ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم نوع من انواع المقبلات. راح اسوي معكم هالفلفل الحلو محشي بخليط من الاجبان والزيتون، لذيذ جدا. وراح نلفه بعدين بشرايح العجين. العجين انا هنا سويت عجينتي المعتمده، منزله طريقتها بالانستغرام وبرضه بنزلها لكم ثانيه ما في مشكله. بالنسبة للأجبان، خليط الأجبان اللي أنا حطته هنا جبنة فيتا وجبنة موزاريلا وشوي كزبرة أو بقدونس ونعناع ناشف وزعتر بري عشان النكهة وزيتون أخضر وأسود قطعته وكلها هرسته مع بعض مع شوي زيت زيتون. بالنسبة للفلفل طبعا تغسلونه وتحاولون أنكم تقطعون الرأس، ما تقطعونه للآخر يعني، ها جزء منه زي كذا، وبعدين تفرغون الحبوب اللي من داخل. حاولوا انكم تفرغونها زين وبس يكون بحذر علشان ما ينقطع عليكم الفلفل. وعشان يسهل عليكم حشي الفلفل تاخذون خليط الاجبان وتحطونه باي كيس بلاستيك وتقصون الطرف وتحشونه. هذا يسهل عليكم الحشو عشان ما يتقطع عليكم الفلفل، وبوريكم الحين شلون. تكون الحشوة بهالشكل، نقص الطرف. هذا كيس حلواني، إذا مو متوفر عندكم عادي أي كيس. تبدون تحشون الفلفل فيه بهداوة عشان ما يتكسر الفلفل عليكم. دخلونا، أنا ماني قادرة أشوف زين، خليني أخلص وأوريكم. أوريكم إياها ثانية، شوفوا المشكلة أركز بالتصوير ولا أركز باللي قدامي. أيوة خلاص خشان، بس كأني عبيتها بزيادة. أنتم لا تعبون عاد بزيادة، أنا عشان التصوير واضحة أعتقد الطريقة. خليني أخلص وأرجع لكم. وبدينا نفرد العجينة. بعد ما نفردها نقطعها بشكل طولي، أنا بستخدم هالأداة. إذا مي متوفرة عندكم قطعوها بسكينة بأي قطاعة. ناخذ العجينة والفلفل اللي حشيناه كذا بهداوة، نلفها على شكل رول مرتب بهالشكل تكون. طبعا راح تحتاج اكثر من شريحة عشان الفلفلة طويلة، عشان تلصقون العجينة زين بالفلفل وتلصقون العجينة الثانية عليها. خلوا جنبكم صحن مويه كذا وبطرف الاصبع تحاولون تلصقون العجينتين ببعض بهالشكل تصير. حاولوا تسكرونها بقدر الامكان. بخلص الحين الفلفل اللي عندي وارجع لكم. خلاص هذا الفلفل بعد ما لفيت عليه العجينة بخليها تخمر شوي عشان تنفش شوي العجينة، وبعدين بدهنها بصفار بيضة وفانيلا وشوي حليب. خلاص بعد ما دهنتها بصفار بيضة وحليب وفانيلا عشان زنخة البيض، رشيتها بسمسم وهذا اختياري، بدخلها الفرن من تحت لين تستوي بعدين أحمر الوجه. وهذا الفلفل المحشي أجبان وزيتون، ما أوصف لكم الريحة. شوفوا شلون الجبنة ذايبة، شيء من الآخر لذيذ مع كاس شاهي. يا سلام سلم، لازم تجربونها.